اخوة الكرام، ايها الاخوة الكرام، هذه النصوص متقدمة من الكتاب والسنة، كما انها دلت دلالة قاطعة على وجوب اتباع السنة اتباعا مطلقا في كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وان من لم يظهر التحاكم اليها والخضوع لها فليس مؤمنا. فاني اريد ان الفت نظركم الى انها تدل بعموماتها واطلاقاتها على امرين اخرين هامين ايضا. الاول انها تشمل كل من بلغته الدعوة الى يوم القيامة، وذلك صريح في قوله تعالى لانذركم به ومن بلغ، وقوله وارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس كافة، متفق عليه. وقوله والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم لن يؤمن بي إلا كان من أهل النار، رواه الإمام مسلم في صحيحه وابن منده وغيرهما كما خرجته في الأحاديث الصحيحة رقم 57 و100.